مبادرة شتي في مصر هي مبادرة دلوقتي محتاجينها جدا، لأن السياحة الداخلية هي الملاذ الآمن وهو الملاذ الوحيد للفنادق ولشركات السياحة وللسياحة المصرية. غير كده مفيش سياحة أوروبية أو أجنبية زي ما حضرتك عارفة، مفيش أي حاجة. وهو دلوقتي إحنا بنعتمد على مبادرة شتي في مصر، وعايزين إن هي كمان، لأن شتي في مصر هي مبادرة داخل فيها طيران وداخل فيها فنادق، يا ريت عايزين نضيف عليها زي قطار الشباب، مبادرات تانية بالأتوبيسات بالباصات بأنواع متكررة وأنواع أخرى، عشان نقدر ننشط كل الفنادق وننشط كل الأماكن على مستوى الجمهورية، لأن مش كل السياح المصريين أو كل السياحة الداخلية المصرية هتقدر تستعمل الطيران. عشان لو أسرة مصرية مكونة من 4 أشخاص مثلاً وهيستعملوا الطيارة مثلاً لشرم أو الغردقة أو مرسى علم، يعني عايزين لهم مش أقل من 20-25 ألف جنيه عشان يروحوا 3 ليالي أو 4 ليالي، فدي هتبقى مكلفة. يا ريت نعمل أوفرز أو نعمل كمان مبادرات، يعني إحنا عايزين المبادرات تكون مستمرة ومتنوعة وسريعة، إن كل أسبوع يبقى فيه أنواع، سواء بالقطار عشان برضو الصعيد الأقصر وأسوان الطيارة في 1700 أو 1800 للفرد. طب لو عيلة 4 أفراد أو 5 أفراد يعملوا إيه؟ زائد الأكل، زائد الفندق، زائد التنقلات، كل ده هيبقى بيتكلف من 20-30 ألف جنيه رحلة أربع ليالي أو 5 ليالي، أو حضرتك زي ما هيشوفوا، بس مينيمم هيكلفوا آلاف من الجنيهات، وده مش متوفر يمكن دلوقتي للأسرة المصرية في ظل الظروف اللي احنا بنعدي بيها نتيجة لأزمة كورونا. في فنادق كتيرة جدا داخلة في المبادرة، إلى جانب إن في فنادق تانية كتيرة مش داخلة في المبادرة، بس هي عاملة أسعار برضو، عاملة أوفرات وعاملة أسعار مع نفسها، فأي حد بيخش على الموقع بتاعها أو بيخش على السايت بتاعها بيلاقي إن هي عاملة أسعار وعاملة برامج وعاملة حاجات كتيرة جدا. كحضرتك بيخش على هيئة التنشيط وعلى غرفة الفنادق وعلى وزارة السياحة موجود، وغرفة الفنادق موجود، وغرفة السياحة موجود، والاتحاد العام للغرف السياحية موجود، أي حد بيخش على المواقع دي أسماء الفنادق كلها موجودة واللي داخلة في هذه المبادرة الحقيقة يعني. وفي نفس الوقت احنا محتاجين مساندتكم ومساندة الإعلام في كل الوسائل، إن هو برضو يسلط الضوء ويشجع الناس إن في الأجازات إن هم يتحركوا ويبتدوا يطلعوا لمساندة قطاع قطاع كبير وعظيم، مش عايزينه إنه ينهار كامل عشان خاطر إن في حالة عودة السياحة، مش عايزين إن كل الناس المدربة اللي ذات خبرة عظيمة وذات خبرة كبيرة مش هنقدر نعوضها في الوقت يعني اللي في وقت كبير جدا، لأن معظم عمالة كتير راحت اشتغلت في حاجات تانية، في عمالة كتيرة جدا وكفاءات عظيمة اتسربت إلى وظائف أخرى. إحنا محتاجين المساندة اللي هي نوايا تسند الزير، يعني هي طبعا دي مش يعني فلوس المصريين بتبقى من جيب ده لجيب ده، يعني هي مفيش إضافة من الخارج للدخل القومي المصري، لكن هي تحويل العملة أو تدوير العملة المصرية داخل جيوبنا، فدي بتساند وبتساعد حتى عودة السياحة الأوروبية أو السياحة المستجلبة، اللي هي بتساند بقوة الاقتصاد المصري بشكل عام، مش بتساند بس السياحة لكن بتساند الاقتصاد المصري والدخل القومي المصري بشكل كبير. ده محتاجينه للمساندة ولأن الناس دي تعيش والناس دي تتنها شغالة وتتنها يعني بترزق، لكن مش هتقدر ان هي تعوض السياحة المستجلبة، لكن ده احنا بنقول ان ده جزء. وعشان كده احنا عايزين يبقى دايما في خطط للسياحة الداخلية، ان هي بعدم توقفها بشكل يعني بمجرد ما تيجي السياحة الأجنبية ما نوقفش السياحة الداخلية. السياحة الداخلية بقت هامة وبقت في الدول العالم أجمع بقت مهمة جدا، ان هي بتساند دايما، يعني حضرتك لو رحت في أوروبا كل أو في أمريكا السياحة الداخلية سياحة هامة جدا 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 ومستمرة ماشية بالتوازي مع السياحة الوافدة.